والسلام على أشرف خلق الله النبي الكريم ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم جميعا أولياء الأمور أبناءنا الطلبة والطالبات في البرنامج الصيفي لهذا العام. سأعرض عليكم في الدقائق القليلة القادمة نبذة عن المحتوى للصفوف المختلفة. البرنامج الصيفي لطلبة المدارس ما الجديد؟ لأننا كل عام نحاول أن نحدث ونطور ونضيف مادة معرفية سمينة تفيد الطالب عندما يتخرج من هذا البرنامج ويعود إلى مقاعد الدراسة في المدارس، وكذلك تسليحه ببعض المهارات التي تفيده أيضا على المستوى الشخصي وتعزيز مهاراته. فبسم الله وعلى بركة الله. كما تعلمون بأن هذا البرنامج سيكون في الأساس في موقعين، في بناية الواو أو مبنى الواو ومبنى الأف الذي يكون على يمين المسجد إذا كنت مواجهاً القبلة جهة الغرب، وكذلك في مبنى كلية الحقوق الذي يقع في هذا الاتجاه من القاعة الكبرى التي نحن فيها الآن. كما سيكون أيضاً هناك منشطين أساسين في الرياضة، الأنشطة الرياضية سيكون للإناث في الصالة الرياضية للإناث بالمجمع رقم 2، وسيكون للذكور في مجمع الرياضة للذكور، وسيتم نقل أبناءنا الطلبة والطالبات بحافلات مخصصة لهذه المناشط بإذن الله تعالى في الأيام المخصصة لذلك. 9 برامج مثل ما أشار الدكتور علي في كلمته، من الساعة 8 إلى 1:30 ظهراً بإذن الله تعالى، بمعدل 5 ساعات تدريسية في اليوم الواحد. مثل ما ترون هنا بأن الموقع الأول هو هنا مبنى الأف، لأن هذا هو جامع أشير عليه الآن بالمؤشر، هذا جامع مسجد الجامعة، وهذا مبنى الواو، وهنا في جهة الشرق مبنى كلية الحقوق. هذا هو المبنى الذي سيكون فيه الأنشطة الرياضية للذكور، وهذا المبنى سيكون الأنشطة للإناث. هذا هو الإعلان الذي عبر وسائل تواصلنا إليكم بإذن الله تعالى، وكما تشاهدون التقسيم للصفوف التي تعلمها. هذه هي 9 برامج: اللغة الإنجليزية، العلوم المرحة، الزراعة المنزلية، الإسعافات الأولية، أنشطة رياضية، برنامج قائد المستقبل، البرمجة والروبوت ضمن برامج القرية الهندسية، ومهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. سأعبر عليها بشكل مختصر الآن. برنامج اللغة الإنجليزية من الصف الثاني إلى الرابع سيكون التركيز على تدريس اللغة بطريقة مريحة من خلال مواضيع ممتعة. قام بتصميم هذه المناهج عدد من أكاديمي الجامعة المختصين في تدريس اللغة الإنجليزية، وتم تصميم منهج منفصل لكل فئة من الفئات المختلفة. الصف الخامس إلى السابع سوف يكون التركيز على مهارات القراءة والاستيعاب ورفع حصيلة المفردات اللغوية والاستماع. ثم في الصف الثامن إلى العاشر يكون التركيز على مهارات الاستماع وقراءة نصوص أكاديمية وكتابة مقالات أكاديمية. أما التركيز في الحادي عشر والثاني عشر على مهارتي القراءة والاستماع بالإضافة إلى الكتابة والتحدث تجسيراً لدخول مؤسسات التعليم العالي مستقبلاً. وسيخضعون اليوم لاختبار تحديد مستوى، طبعاً اختبار تحديد المستوى أردنا به فقط تلمس الجوانب
التي يمكن أن ينتمي إليها الطالب في مستواه، والأصل في مثل هذه الاختبارات أن لا يتم الاستعداد لها مسبقا. برنامج العلوم المرحة، طبعا اللغة الإنجليزية ستكون موجودة في كل المراحل من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر، المنتقلين إلى الثاني عشر. بالنسبة للعلوم المرحة ستكون جزءا من الصفوف الثاني إلى الرابع، وفيها مواضيع ممتعة في الكيمياء والرياضيات، علوم الأرض والفيزياء، من خلال ثلاث محطات يزورها الطلبة بشكل يومي، يقضون نصف ساعة في هذه المحطات الثلاث، متنقلين بين صنوف العلم المختلفة في هذه المجالات: الكيمياء، الرياضيات، علوم الأرض والفيزياء. وهناك منهج أيضا خاص بالعلوم المرحة. الزراعة المنزلية أيضا أحد البرامج التي نستهدفها للمرحلة من الثاني إلى الرابع، والزراعة المنزلية بتقديم بمشاركة من كلية الزراعة وقيادة الأخ الفاضل. طبعا حتى لا أغفل أيضا الزميلات منى، الأستاذة أحلام الرواحية، الأستاذة نجاة الكلبانية، مشرفات ومعلمات اللغة الإنجليزية من مخرجات كلية التربية في الجامعة تخصص اللغة الإنجليزية. بالنسبة للعلوم المرحة ينطبق عليهم ما قد قيل في من قبلهم من كلية العلوم، مختصين في هذا المجال تحت إشراف الأستاذ عبد الله البلوشي. بالنسبة للزراعة المنزلية ستكون تحت إشراف قيادة الأخ الفاضل الدكتور محمد العبري، مساعد العميد في كلية الزراعة. خلال هذه الأربعة أسابيع سيتعرفون على الزراعة وطرقها ومتطلباتها، التعريف بالحشرات وأنواعها ودورة حياتها، التعريف بأمراض النبات ومسبباتها، نباتات الزينة، أنواعها وكيفية زراعتها. أيضاً سيكون ضمن هذه المرحلة العمرية ثلاث محطات للعلوم المرحة: محطة للزراعة المنزلية، ومحطة خامسة في الإسعافات الأولية. يقضي نصف ساعة في كل محطة، طبعاً في اللغة الإنجليزية سيكون ساعتان ونصف يومياً، والساعتان والنصف توزع على هذه الخمس برامج التي ذكرت، وهذه مجمل المواضيع التي سوف يتطرق لها الإسعافات الأولية، الرعاف، الإسعاف في المنزل. والقصد هنا لأن الطفل في المرحلة من الثاني إلى الرابع يفقد التركيز بشكل سريع جدا، فبالتالي ننوع في البرامج وتعتبر مثل المحطات التي يزورها حتى يستفيد من مختلف المعارف، ونستدعي تلك الجوانب التي ينتمي إليها بعرض هذه الصنوف المختلفة من المعارف. الأنشطة الرياضية سيتم فصل الذكور عن الإناث فيها: كرة القدم، السباحة، ألعاب القوى، اللياقة البدنية، الجمباز، كرة السلة، كرة اليد، الريش، الطائرة، السباحة، بهدف استكشاف الرياضة ومتعتها وتأثيرها الإيجابي على الصحة. سيكون هذا المنشط تحت إشراف الذكور، تحت إشراف الكابتن عبد العزيز الحبسي، وبالنسبة للإناث الأخت زكية الحبسية بإذن الله تعالى. التركيز أيضا على تعزيز المهارات الأخلاقية والروح الرياضية، بالإضافة إلى تعلم المهارات الفردية والمهارات الجماعية في هذه المناشط. سيكون لهذه الفئة يوم واحد فقط للثاني إلى الرابع خلال الأسبوع، وبقية الأربع أيام المناشط التي ذكرت. خامس إلى سابع يوم واحد فقط خلال الأسبوع، الثامن إلى العاشر يوم واحد في الأسبوع، أما بالنسبة للحادي عشر والثاني عشر سيكون يوماً واحداً فقط خلال مدة البرنامج كاملاً، للأسباب التي سوف أطرحها لاحقاً. برنامج مهارات المستقبل، أستاذتي الكريمة الدكتورة عائشة الحارثية مع فلة من أكاديميي كلية التربية، الدكاترة في كلية التربية هم سيتولون تدريس لمدة أسبوعين للفئة من الخامس إلى السابع، تعزيز مهارات القيادة فيهم، مصادر قوة القائد، مهارات العمل في فرق، حل المشكلات، اتخاذ القرار، مهارات الاتصال الفاعل، وقيادة التفكير الإبداعي. فأيضا فرصة لأبنائنا الطلبة في هذه المرحلة العمرية أن يلتقوا في أكاديمي الجامعة وينهلون من معارفهم بشكل مباشر. القرية الهندسية أيضا لهذه الفئة من الخامس إلى السابع سيكون أربعة أسابيع لغة إنجليزية، ويكون أسبوعان أو أسبوعين مخصصين لمهارات المستقبل، وأسبوعين آخرين مخصصين لتعزيز مهاراتهم في
البرمجة والروبوت، وتحديدا التعرف على مبدأ عمل الروبوت، أساسيات الحركة، برمجة حساس تتبع الخط، وبرمجة حساس الاصطدام. بعدما انتهينا من تلك الفئة ننتقل إلى الفئة الأكبر من الثامن إلى العاشر. سيكون لهم برنامجين أساسيين، البرنامج الأول اللغة الإنجليزية ولمدة 4 أسابيع، لأنهم سيعملون على صنع مشروع في نهاية البرنامج في مهارات الذكاء الاصطناعي، وكل هذه المفاهيم في البايثون، لغة البايثون، باي تشارم، والتعرف على التغييرات وطريقة التعامل معها، العملية الرياضية، برمجة واجهة المستخدم، التعرف على الدوائر المتكاملة. سيكون فريق مختص من القرية الهندسية بصحبة عدد من الزملاء الطلبة، طلبة الدراسات العليا في كلية الهندسة من الأقسام المعنية. أيضاً الصف 11 و12، لأنه الأساس في البرنامج 11 و12 أن نخلق لهم جسراً لوصول سهل لمؤسسات التعليم العالي، وبالتالي نهيئهم من ناحية تعليمية تدريسية للتعامل مع الجامعة مستقبلاً. لذلك التركيز سيكون على هذه المرحلة، ولذلك فصلنا هذه المرحلة العمرية 11 و12 في مبنى كلية الحقوق في طابق مستقل. سيدرسون فقط اللغة الإنجليزية لمدة 2.5 ساعة، ويدرسون كذلك برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وهذه المفاهيم التي سوف يتعرضون لها. الهدف من هذا البرنامج أن يحصل الطلبة على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. فائدة هذه الرخصة سوف تسقط عنهم مقرر تقنية المعلومات في أي مؤسسة تعليمية في سلطنة عمان ضمن البرنامج التأسيسي. فلذلك هدفنا جميعا أن يحصل هؤلاء الطلبة من خلال اجتياز الاختبار النهائي، وسنعرض عليهم أيضا تجارب الاختبارات حتى يتهيئوا لدخول الاختبار النهائي، وهو طبعا بالارتباط مع مؤسسة دولية، والمركز هو المركز الوحيد المعتمد في سلطنة عمان لإعطاء هذه الشهادة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. وحقيقة ضغطنا على أنفسنا كثيرا في هذا البرنامج حتى نستطيع أن نقدم هذا البرنامج بهذه التكلفة وخدمة المجتمع، لأنه حقيقة هذا البرنامج قيمته 180 ريال، لكن ضمننا ضمن البرنامج الصيفي. فحاولوا تشجعوا أبنائكم أنهم يجتهدوا في اللغة الإنجليزية وكذلك الرخصة الدولية لكالة الحاسب الآلي. في عام 2019 أكثر من 88% من الذين خضعوا لدورة البرنامج للICDL حصلوا على الرخصة، ونأمل هذا العام أن تكون النسبة 100%. قولوا إن شاء الله 11 و12، إذا تعيدوني تجيبوا الرخصة الدولية ارفعوا أيديكم. أنت ما رافع، أخبر عليك أبوك إذا ما رافع. أيوة، صفقة لهم تشجيع لو سمحتوا. إن شاء الله جميعا تحصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بإذن الله بجهود الفريق اللي معانا وقيادة الأخ عمر الصبحي والأخت يمنى الشيبانية. هذا البرنامج الجدول، لمن قد يسأل الجدول، طبعا نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك تناوب بين المجموعات. لأختصر، لأن البرنامج أيضا هذا قد يكون معقد الفهم لدى البعض، لكن اللي أريدكم تعرفوه بأن عدد المجموعات في كل برنامج 10 مجموعات، 10 مجموعات، 5 مجموعات يذهبوا إلى اللغة الإنجليزية، 5 مجموعات تذهب للمناشط التي ذكرت. بعد ما يخلصوا لمدة 2.5 ساعة يذهبوا إلى أخذ الفسحة، وهذه الفسحة بريك تايم، نعطيهم فيها سناك، وجبة خفيفة، وطبعا الماء موجود في ثلاجات خاصة في كل مبانينا، موجود ماء، فنطلب منكم أنكم تشربوا سوائل. وأيضا بالنسبة للمناشط الرياضية راح نرسل التغذية إلى المكان اللي بيكون طول اليوم منشط رياضي، راح نرسلكم التغذية هناك، وبالإضافة إلى الماء الذي تحتاجونه خلال هذه الفترة في الصيف. طبعا كل القاعات اللي يشتغلوا فيها مكيفة، ما حد يشتغل، ما في أي منشط من مناشطنا خارج حدود المبنى إلا ما ندر ومتى ما دعت الحاجة، وسنتخذ الاحتياطات اللازمة. فخمس مجموعات تبادل، اللي يبدأ صباح اليوم لغة إنجليزية، بكرة المساء لغة إنجليزية عشان يتناوب. مزنة الرحبية موجودة في القاعة؟ مزنة محمود الرحبية، إذا كنت موجودة في القاعة لو سمحتي تعالي عند الأستاذ صالح. مزنة الرحبية، هذا البرنامج دي الثاني إلى الرابع، وهذا الخامس إلى السابع، لونه أخضر عشان تخضر حياتهم وحياتنا، وهذا 8 إلى 10،
وردي مثل لون الايس كريم، وهذا من 11 الى 12 حتى تكون حياتهم مملوءه بكل راحه. قلت ما لدي، واحب ان انوه على نقاط، مجموعه نقاط. واحده من النقاط الاساسيه التي نعول عليها في هذا البرنامج تعاون ولي الامر في ان ننفذ هذه البرامج المختلفه ضمن البرنامج الصيف الكبير على اكمل وجه. نحن نعود اليكم لسبب بسيط جدا، واصرار الفريق الذي عمل، وشكر الدكتور علي مشكورا. صوت للنهضه نادى، قبوا جمال وفرادى، قاموس للمجد تنادى، خلوا معه الامجاد. يا ابناء للنهضة نادى، قدوا جمعا وفرادى.